السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة معانا المجموعة الثالثة من المسابقة اللي كنا اعلنا عنها واللي نزل منها مجموعتين. المجموعة الاولى نزلت اول امبارح والمجموعة الثانية نزلت امبارح، والنهاردة هنتكلم عن المجموعة الثالثة. والمجموعة برضو بتضم 6 لاعبين، وزي ما قلنا ان المسابقة بتاعتنا مكونة من 6 مجاميع، كل مجموعة فيها 6 لاعبين، وهيصعد معانا 6 لعيبة. وزي ما قلنا طبعا اول 4 مراكز هينزلوا معايشة شهر كامل، والخامس والسادس هينزلوا معايشة لمدة اسبوعين، وطبعا كل ده مجاني تماما، دعم مننا للناس اللي متابعانا. نيجي بقى لاول لاعب معانا في مجموعة النهاردة وهو يوسف محمد. يوسف مواليد 2003، لعب في اكتر من نادي، مواليد 2003 زي ما قلنا، وبيلعب في مركز سيرد باك. نيجي بقى لتاني لاعب معانا في مجموعه النهارده وهو احمد حسين عثمان. احمد مواليد 2004، لعب في اكتر من نادي، مركزه في الملعب ديفندر. نيجي بقى لتالت لاعب معانا في مجموعه النهارده وهو عبد الرؤوف محرم. عبد الرؤوف مواليد 2004، بيلعب مهاجم ولعب في نادي مالية كفر الزيات. اللاعب اللي بعد كده معانا هو محمد ابراهيم، مواليد 2001، بيلعب صانع العاب. خامس لاعب معانا بقى في مجموعه النهارده هو محمد ناصر. محمد مواليد 2004، بيلعب في خط النص. نيجي بقى لاخر لاعب معانا في مجموعه النهارده وهو محمد هاني عبد العظيم. محمد مواليد 2008، بيلعب مدافع، لعب في نادي الانتاج الحربي 4 سنين، وحاليا بيلعب في نادي السكه الحديد، مواليد 2008. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. لو انت حابب تتواصل معنا بخصوص التغذيه او الاصابات والتاهيل او التدريب، او لو حابب تسال على اي حاجه او تستفسر على اي حاجه، تقدر تسيبها في الكومنتات على الفيديو ده وهيتم الرد عليك، او تقدر تكلمني عن طريق رسائل الصفحه اللي هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف.